السلام عليكم. طبعا احنا اتكلمنا كتير في فيديوهات قبل كده عن ازاي تعمل جدول تدريبي لنفسك، لكن جوه الجدول التدريبي دوت انظم الايام ازاي؟ يعني الايام بتاعت التدريب، يوم الظهر او يوم البنج او يوم الرجل ايا كان، انظم الايام دي في الاسبوع بتاع التدريب بتاعي ازاي؟ بناء على ايه؟ على حسب ايه؟ ايه افضل تنظيم للايام ديت؟ وايه الاساس اللي انا هبني عليه ازاي انظم الايام بتاعتي ديت؟ ده ان شاء الله اللي هنعرفه في الفيديو دوت. طبعا ممكن تجيب لك كوبايه شاي او اي حاجة تتسلى معانا في الفيديو دوت، لانه فيديو ممتع جدا وهتفهم السر ورا كل يوم امتى احطه هنا وامتى احطه هنا، وايه السر ورا ده وايه السر ورا ده. فيديو مبني على اساس علمي، فمن غير كلام كتير يلا بينا. السلام عليكم واهلا بكم من تاني. احنا في عندنا 3 عوامل اساسيه بنرتب الايام بتاعه التدريب جوه الاسبوع بتاعنا على حسب هذه العوامل. طبعا الاسبوع هو في لغه بناء الجداول التدريبيه او بناء البرامج التدريبيه في الوسط دوت اسمه مايكرو سايكل، تمام؟ الاسبوع من اسبوع ل 10 ايام اسمه مايكرو سايكل، تمام؟ طيب انا بقى برتب ايامي بتاعه التدريب جوه المايكرو سايكل بتاعي ازاي او بناء على ايه؟ عندنا 3 عوامل. اول حاجة بنرتب الايام بناء على حسب الطاقة والاستشفاء. يعني ايه الكلام دوت؟ واحدة واحدة معايا علشان الكلام ده علمي ومهم جدا لبناء اي جدول تدريبي ناجح. اول حاجة بناء على الطاقة والاستشفاء، يعني انا ابراهيم، انا هضرب مثال على نفسي لان بالمثال يتضح المقال، تمام؟ طيب انا ابراهيم عندي بالنسبة لي انا ما عنديش مشكلة في الطاقة، يعني انا الحمد لله يعني اتمرنت يوم السبت مثلا، اتقل تمرين وهو ايه؟ الرجل، لانه مثلا نص الجسم. لو اتمرنت يوم السبت زي ما اتمرنت يوم الخميس مش فارقه معايا خالص، يعني انا بخش اليوم الواحد ذات نفسه طاقتي بتكون فيه كويسه، مفيش ايام بيكون عندي فيها طاقه قليله وايام عندي فيها طاقه عاليه، تمام؟ مفيش ايام تاني بيكون عندي فيها طاقه قليله وايام بيكون عندي فيها طاقه عاليه. طبعا لو واحد غيري شغال مثلا في وظيفه ما بتتطلب بعض ايام الاسبوع بيكون فيها مجهود اعلى، فبيكون هو عنده طاقه اقل في الايام دي، والايام التانية او ايام الاجازه مثلا واحد بيشتغل 3 ايام وبيريح 3 ايام مثلا، يعني تمام، بيكون عنده طاقه اعلى في الايام الاوف او في الايام اللي بيبقى فيها المجهود بتاع الشغل بتاعه اقل. طيب انا لا، انا ما عنديش الموضوع دوت لحد دلوقتي، انا عندي لا بالنسبه لي كل يوم طاقتي فيه زي الفل، طالما واكل كويس خلاص، طالما نايم كويس خلاص، بالنسبه لي كل يوم طاقته مستقله، ما عنديش ايام بيكون فيها طاقه قليله وايام بيكون فيها طاقه عاليه، تمام؟ فانا لما باجي اختار الايام بتاعتي بختارها بناء على الاستشفاء. انا بالنسبه لي مش كل الايام باكل فيها كويس ولا بقدر انام فيها 100% بنفس المواعيد يعني، تمام؟ فانا دوت الاستشفاء بقى هو اللي بيلعب دور في الحته ديت. في واحد تاني لا، بالنسبه له اكله 100% بياخد مكملات السبلمنتس بتاعته كويسه جدا، فبالنسبه له هو ما عندوش مشكله في الاستشفاء، ما عندوش مشكله في الريكفري، عنده مشكله في الطاقه، تمام؟ يعني كل واحد بيرتب الايام بتاعته بناء على الطاقه بتاعت اليوم او الاستشفاء بتاع اليوم. طيب انا دلوقتي لو عندي مشكله في الطاقه هحط الايام اللي فيها تدريب عالي، الايام اللي فيها عضلات كبيره، الايام اللي بتحتاج طاقه عاليه هحطها في الايام الفول باور بتاعتي او الفول طاقه بتاعتي، الطاقه الكامله بتاعتي، تمام؟ مثلا يوم اجازه بالنسبه لي في الشغل، فدوت انا هنا مخزن طاقه 100% او هاخد تمرينه اصعب تمرينه، تمام؟ طيب على عكس واحد تاني بالنسبه له لا، انا بالنسبه لي الطاقه متساويه على مدار الايام، فبالنسبه لي مش فارقه، لكن انا عندي الاستشفاء بيكون احسن في الايام دي ودي علشان باكل فيهم كويس وبنام فيهم كويس، فحط التدريبات التقيله بتاعتي في الايام 1 و2 دول، تمام؟ لا، واحد تاني بالنسبه له الاستشفاء بتاعه 100% طول الاسبوع، خلاص يبتدي يبص على الطاقه. فهمنا الفكره في ايه؟ يبقى برتب ايام الجدول التدريبي بتاعتي، بحط الايام التقيله بناء على الطاقه والاستشفاء. طيب قبل ما نخش على ثانية حاجة، عايزين نعرف الأول يعني إيه أيام تقيلة؟ إيه هي الأيام التقيلة؟ الأيام التقيلة هما حاجتين، يعني حاجة من اتنين، يا إما يوم فيه عضلة كبيرة زي الرجل مثلا، نص الجسم 50% من الجسم، أو يوم فيه تمارين مركبة كتيرة فبرهق الجهاز العصبي. طبعا في اليوم الأولاني اللي فيه عضلات كتير أو فيه مجموعة عضلية كبيرة أنا هنا برهق الجهاز العضلي، والجهاز العضلي محتاج لاستشفاء ومحتاج لطاقة من نوع معين، تمام؟ طبعا زي ما هنتكلم عن أنواع الطاقة لسه يعني فيديوهات جايه ان شاء الله، فما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو اول ما ينزل. المهم
بيبقى بناء على انواع طاقه معينه. لو هستهدف او انا جايه تارجت الجهاز العضلي، على عكس ما انا يوم مثلا في عندي تمارين مركبه مش بركز على مجموعه عضليه بعينها، لكني بتارجت الجهاز العصبي، بنفخ الجهاز العصبي المركزي. ايام عندي فيها تمارين مركبه، ايام عندي فيها اوزان تقيله، انا هنا مش بحمل على الجهاز العضلي قوي قد ما بحمل على الجهاز العصبي، وهو بيتطلب طاقة من نوع معين آخر، تمام؟ لكن أنا هنا في الحتة دي كل اللي أنا عايز أقوله إن يعني إيه أصلاً أيام تقيلة؟ يعني يوم يا إما بحمل فيه قوي على الجهاز العضلي، يا إما بحمل فيه قوي على الجهاز العصبي. طب مثلاً يوم زي يوم الدراع، اللي هو بحمل فيه على الجهاز العضلي، يعني الدراع مش عضلات كبيرة، مش 50% مثلاً من عضلات الجسم ولا 30% من عضلات الجسم، لا الدراع عضلة صغيرة، وفي نفس الوقت هل الدراع بشيل فيه تمارين مركبة؟ لا ما فيهوش تمارين مركبة، فهو مش يوم تقيل، لا هو بيتارجت الجهاز العضلي اللي بيستهدف مجموعة عضلية كبيرة او large muscle group، ولا هو بيستهدف الجهاز العصبي باني بشيل فيه اوزان تقيلة، هو حاجة عادية خالص. فدوت مش يوم تقيل اصلا. فهمنا يعني ايه يوم تقيل؟ يوم تقيل مثلا زي يوم الرجلين ويوم الظهر، هما دول اتقل يومين في جدولك التدريبي او ما يعرف به المايكرو سايكل. يبقى كده عرفنا اول حاجه بنرتب الايام جوه الجدول التدريبي بناء على الطاقه والاستشفاء. طيب تاني حاجه بناء على حجم العضلات اللي انا بتارجتها. احنا لسه متكلمين بنقول ان لو بتارجت الجهاز العضلي او بتارجت لارج ماسل جروب او مجموعه عضليه كبيره، فده بالنسبه لي بيبقى يوم تقيل. طيب انا ممكن على حسب الجدول اللي انا ماشي عليه يبقى الجدول بتاعي عباره عن ايام تقيله وايام خفيفه، مش شرط يعني يكون مثلا يوم ظهر. يوم الظهر ده هو يوم تقيل ليه؟ لانه بيتارجت 25% من عضلات الجسم. انت لو قسمت جسمك لنصين، الرجل 50% والابر بادي 50%، لو قسمت الابر بادي بالفرونتال بلين او اللي هو يعني قسمته امامي وخلفي، هتلاقي الظهر الخلفيات بتارجت 25% من الجسم كله، تمام؟ فدوت يعتبر يوم تقيل. طب ماذا لو اني بلعب بول، يعني باخد مع الظهر او مع الخلفيات باخد معاها باي كمان؟ انت كده بتزود، كده انت بتزود ال 25% تخليهم تخشوا على 30 او 35%. فانا هنا بناء على حسب الجدول التدريبي بتاعي لازم ابص انهي يوم بحمل فيه مجموعه عضليه اكبر. هنا بقى مش بتكلم على عضله معينه ان هي لارج ماسل جروب او عضله كبيره، لا انا هنا بتكلم على ان جدولي التدريبي في ايام بلعب فيها عضلات كتير وايام بلعب فيها عضلات قليله، تمام؟ فاهمني كده؟ يبقى انا هنا بقسم الجدول التدريبي بتاعي، بشوف انهي ايام اللي فيها طاقة اعلى، انهي ايام اللي فيها استشفاء اعلى، وعلى حسب المشكلة اللي عندي. انا مثلا واحد من الناس عندي عضلة معينة ضعيفة، يبقى انا هنا مش محتاج احطها في اليوم الهاي باور، مش محتاج احطها في يوم فيه طاقة عالية. ليه؟ لان هي اصلا عضلة ضعيفة عندي، تمام؟ محتاج احطها في يوم فيه ريكفري اعلى، تمام؟ لكن انا مثلا عندي عضلة كبيرة مش مجموعة عضلات، عضلة كبيرة زي مثلا الرجلين، لا دي محتاجة يوم يكون فيه باور او انرجي اعلى علشان اقدر العب. طب مثلا زي ما هنشوف دلوقتي عضلة زي الرجلين انا في بعض الاحيان مش محتاج احطها في يوم فيه باور عالي، لا انا محتاج احطها في يوم فيه ريكفري اعلى. طب ليه؟ لو تعرف الاجابه اكتب لي تحت في التعليقات. انا اقول لك ليه يا سيدي، علشان الرجل بطبيعتها، بطبيعه الالياف العضليه بتاعتها وبطبيعه ان هي عضله كبيره، هي اصلا بتمش معاك او بتزق معاك انك تلعب باوزان تقيله. فانا لو انا عايز اعمل ماسل هايبرتروفي، لو انا عايز اعمل ماسل هايبرتروفي او ضخامه عضليه، مش محتاج ان انا ازق اوزان تقيله قوي، هي اصلا كده كده بطبيعتها وبطبيعه الالياف العضليه بتاعتها بتزق اوزان تقيله. فانا محتاج احطها في يوم فيه ريكفري عالي، علشان او يعني يوم يكون بعده فيه ريكفري عالي، يعني مثلا واخد بعده يوم اجازه من الشغل، واخد بعده مثلا يوم راحه من الجيم اصلا، فاهمني؟ فهنا محتاج احطها في يوم يبقى فيه ريكفري عالي علشان اقدر اعمل استشفاء للي عملته في التدريب، فالعضله تكبر معايا او تعمل جروث او تعمل ماسل بيلدينج، تمام؟ اللي هو يبني العضله. طب لو واحد تاني لا مش هدفه اصلا بناء العضلات، ده هدفه مثلا هو لاعب باور ليفتنج او هو مثلا لاعب كره قدم، مش هدفه الكلام ده خالص، لا هو في الحاله دي محتاج يحطها في اليوم اللي يكون فيه باور عالي او فيه طاقه عاليه. طب ليه؟ عشان يعمل ماكسيمم بيرفورمانس او يعمل اداء عالي، يعمل اخره، يجيب اخره في الاداء، تمام؟ مش محتاج يعمل ريكفري 100% لان هو مش محتاج ماسل بيلدينج، هو مش محتاج يعني كمال اجسام او مش محتاج بناء عضلات، فهمتني؟ كلام مهم جدا. لو لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي انزل اعمل لنا لايك عشان تشجعني ان اعمل فيديوهات اكتر واكتر. طيب احنا كده هنا قلنا ان احنا بنقسم الايام جوه الجدول التدريبي بناء على الطاقه والاستشفاء وبناء على حجم العضلات اللي انا همرنها، مش بناء على العضله دي كبيره ولا صغيره، لا بناء على كميه او عدد او حجم العضلات اللي انا همرنها.
ثالث حاجه بناء عليها بقسم الايام جوه الجدول التدريبي بتاعي او جوه المايكرو سايكل بتاعتي بيكون بناء على ضعف وقوه العضله اللي انا همرنها، وديت حاجة بتتطلب ان الشخص يكون متقدم شوية او في مرحلة الانترميديت اللي هو شخص بقاله 6 شهور او اكتر بيتمرن. تمام؟ ليه؟ هنا هبتدي الاحظ ان في عضلات ضعيفة عندي وفي عضلات قوية بناء على قوة وضعف العضلة بتاعتي. في عضلات ضعيفة عندي فدي محتاج اديها مور فوليوم او محتاج اديها مور انتنستي يعني شدة اعلى، او فوليوم اعلى اللي هو مجموعات وعدات وتكرارات اعلى. تمام؟ فانا هنا هتارجت ان احط العضلة ديت تحت يوم الباور او في يوم يكون عندي فيه الطاقة الكاملة بتاعتي. تمام؟ وهي تكون مثلا عضلة كبيرة. طب لو هي عضلة صغيرة يعني انا مش محتاج اديها اوزان تقيلة، يبقى انا مش محتاج احطها في يوم الباور، محتاج احطها يكون في يوم يكون الريكفري بتاعي عالي فيه. فهمت قصدي ايه؟ هي كل حاجة مترتبة على بعضيها. انا كده قسمت الاول الباور يوم طاقة عالية او يوم ريكفري عالي. طبعا لو ما عنديش مشكلة في الاتنين، يعني كل يوم طاقتي عالية وكل يوم الريكفري بتاعي 100% وباخد السبلمنت بتاعتي واكلي 100% ونومي 100%، خلاص يا باشا خليك معايا لاخر الفيديو. برضو في تقسيمة مختلفة جدا عن الموضوع دوت، مهمة جدا لو انت بالنسبة لك ما عندكش مشكلة اصلا. بعد ما قسمت اليوم بتاع الطاقة العالية ويوم بتاع الريكفري العالي، هبتدي بعد كده اقسم بناء على حجم العضلات اللي همرنها. دلوقتي انا بقسم بناء على الويكنس بوينت بتاعتي او نقاط الضعف اللي عندي. لو نقاط الضعف اللي عندي في عضلات محتاجه بيرفورمانس عالي، محتاجه اوزان عاليه، يبقى هاخد العضلات دي احطها في الايام اللي اكون فيها باور عالي. لو اي عضلات دي صغيره مش محتاجه بيرفورمانس عالي، اهم حاجه فيها ان هي تعمل ريكفري لان هي عضلات صغنونه، فلما تعمل ريكفري وتعمل استشفاء مع الشده اللي بديها لها هتبتدي تكبر وتبتدي تعمل لي الشكل الجمالي اللي انا عايزه. في الحاله دي احطها في يوم يكون الريكفري فيه عالي. ماذا بقى يا سيدي لو ان انا العضله الضعيفه عندي جربت ان احطها كده وما نفعتش؟ مثلا يعني مثلا هي عضله صغيره زي الكتف الخلفي، ضعيف عندي 90% من الناس يعني اللي بيلعبوا كمال اجسام. المهم لو حطيته في يوم الريكفري العالي، هو على فكره مشكله عندي. تمام؟ فانا بقول لك الكلام ده بناء على تجربه. لو حطيته في يوم يكون فيه ريكفري عالي بس برضه الكتف ما اتطورش، وهنا لازم نتاكد ان انا حطيته في الحته ديت واستمريت على الكلام دوت من 6 ل 12 اسبوع، من 6 اسابيع ل 12 اسبوع. طيب يعني حطيته مهم واستمريت على الكلام دوت 6 اسابيع او 12 اسبوع وما اتطورش. هنا انت في الحاله دي محتاج انك تعمل تجربه في كل حاجه، يعني تجرب مره ترفع الشده، ترفع الانتنستي بتاعته او ترفع الاوزان اللي بتتمرن بيها. ما فيش نتيجه من 6 اسابيع ل 12 اسبوع، خلاص اجرب اديله فريكوانسي اعلى، يعني هقلل الشده ثاني لكن همرنه مرتين في الاسبوع، 3 في الاسبوع. تمام؟ لقيت لا مفيش نتيجه، خلاص هرجع الفريكوانسي زي ما كانت مره او اتنين على حسب الجدول اللي انت كنت ماشي عليه، ترجع الدنيا تاني وبعد كده تعلي الريبيتيشن بتاعته، تعلي العدات، يعني تعلي الفوليوم او تديله مجموعات اعلى، فتعلي الريبيتيشن او التكرارات او تعلي يعني المجموعات بتاعته، فتبقى انت هنا عليت الفوليوم. تمام؟ لقيت الدنيا ما نفعتش، خلاص هرجع واحاول تحطه في يوم الريكفري. واخد بالك؟ يعني انت محتاج تعمل تجربه في كل حته لحد ما تظبط معاك، لان كل واحد فينا الاستراكشر بتاع العضل بتاعه او البناء بتاع العضل بتاعه، التكوين بتاع العضل بتاعه مختلف عن الشخص التاني. تمام؟ يعني فكل واحد بيبقى ليه الكيس بتاعته او السيناريو بتاعه. طيب ماذا بقى يا سيدي لو ان انا ما عنديش اي مشكله؟ يعني كل يوم في طاقه عاليه الحمد لله، كل يوم في ريكفري كويس، باكل كويس، باخد سبلمنت، باخد مكملات كويسه، بنام كويس، بالنسبه لي الموضوع زي الفل. ماذا بقى اعمل ايه بقى؟ هنا اقسم الايام بتاعتي بناء على ايه؟ هي حاجه واحده بس اللي قدامك اللي هتقسم فيها الايام بناء على كميه العضلات المستهدفه. بمعنى ان انا ما احطش يومين ورا بعض فيهم كميه عضلات كبيره. على سبيل المثال ما ينفعش احط يوم ظهر وراه يوم رجل وانا بالنسبه لي كله تمام. تمام؟ انا بالنسبه لي كله زي الفل. ما ينفعش احط يوم ظهر ويوم رجل ورا بعض، ما ينفعش احط اليومين دول ورا بعض. طب ليه؟ هقول لك انا ليه. انت لو النوم بتاعك كويس والسبلمنتس بتاعتك كويسه وما عندكش مشكله في الطاقه اللي هو الطاقه انك تأدي التدريب، في الحاله ديت انت لو حطيت يوم ظهر وراه يوم رجل او العكس يعني رجل وبعد كده وراها ظهر، انت هنا بتتارجت اكتر من 75% من العضلات بتاعت الجسم في يومين اتنين بس، في خلال 48 ساعة بتتارجت او بتستهدف اكتر من 75% من عضلات الجسم. انت المفروض ان انت ما تقدرش تكمل اليوم التالت، المفروض ان انت ما تقدرش تكمل اليوم التالت. طب في حالة انك كملت اليوم التالت يبقى انت عندك مشكلة في الانتنستي بتاعتك او في الشدة بتاعتك، ما بتتمرنش بالشدة الكافية، بتتمرن من الاخر تمرين دلع.
بتتمرن تمرين دلع. لو انت حاطط عضلات كبيره ورا بعضيها وبالنسبه لك قادر ان انت تلعب اليوم الثالث والرابع وتكمل عادي، يبقى انت بالنسبه لك هنا مش اكلك بقى كويس وهنا السبلمنتس بتاعتك كويسه ولا الباور بتاعك عالي، لا لا لا، انت هنا عندك مشكله في الانتنسيتي. انت فاكر ان انت بتتمرن بالشده الكافيه لكن انت في الحقيقه ما بتتمرنش بالشده الكافيه. وجرب كده انك تاخد يوم فعلا توصل فيه للفيليا الحقيقي. يعني ايه الفيليا الحقيقي؟ يعني جرب احساس المصل فيليا او جرب احساس الفشل العضلي، اللي هو مثلا اقعد على جهاز وقعد العب. انت مثلا متعود تجيب بوزن معين 15 عده بس على جهاز، تمام؟ لا، انا هاخد المجموعه دي، مش 15 عده، انا هاخد المجموعه دي لحد ما مقدرش اجيب نص عده، مش عده، لا مقدرش اجيب نص عده. يعني انا هلعب 15 عده قادر اكمل، هكمل 16 17 18، مش قادر اكمل ولا عده هلعب نص عده، نص في نص في نص لحد ما اجيب الفيليا لان انا مش قادر احرك الوزن. جرب الاحساس دوت، لان الاحساس دوت هو اللي هيخليك تعرف اذا كنت فعلا بتتمرن بالشده المظبوطه ولا لا، اذا كنت فعلا بتتمرن بشده كافيه لبناء او تطور العضلات ولا لا. لان زي ما قلت لك، في حاله ان انت بتتمرن اكتر من 75% من عضلات جسمك في خلال 48 ساعه وقادر انك تكمل، يعني ما خدتش بعديها راحه، لان في جداول على فكره بتمرن عضلات كلها في يومين بس لازم تاخد اليوم الثالث اوف، فاهمني؟ يعني في جدول زي الابر واللور انت ممكن تمرن جسمك كله في يومين، لكن في حاجه عمرك ما هتتمرن بنفس الشده الكافيه او بنفس الانتنسيتي العاليه لو بتتمرن عضله واحده او لو بتتمرن مجموعه عضلات معينه، يعني فاهمني؟ فانت هنا جرب انك تاخد اسبوع او اسبوعين تبطل الجدول اللي انت ماشي عليه وتاخد العضلات بتاعتك للفيليا للاكتشوال فيليا او الحقيقي، يعني اللي هو الفشل العضلي الحقيقي، عشان الاحساس دوت هو اللي هيخليك تعيد النظر في الشده بتاعت التدريب بتاعتك، فتتمرن بشده كافيه ومع اكلك ان شاء الله والسبلمنتس بتاعتك والشده اللي انت هتكون ظبطتها ان شاء الله، تشوف تطور وتشوف نتيجه افضل يعني، تمام؟ بس كده، ده كان كل حاجة في فيديو النهاردة. اتمنى ان انت تكون استمتعت واستفدت بالفيديو. لو عجبك ياريت تدينا لايك، ولو حاسس ان ممكن حد يستفيد بالكلام ده ياريت تشاركه معايا. اتمنى ان انت لو عندك اي سؤال تسيبونا تحت في التعليقات وان شاء الله هنجاوب عليك، او لو سؤالك اجابته كبيرة وهو سؤال مهم ان شاء الله نعمل عنه فيديو. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، وما توفيقه الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. السلام عليكم.